يعني ايه اجراءات اخرى؟ يعني ايه اجراءات اخرى يتم الترتيب لها؟ انت شايف ايه على الارض؟ هو حضرتك يعني هناك بعض الكلام يتردد حتى الان انه ربما يعني يتم مثلا تنفيذ اي عمليه خاصه بتحرير الجنود، ولكن ده لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك ده مستبعد نسبيا، يعني مستبعد نسبيا. طب بعيدا عن الكلام، خلينا نتكلم بشكل محدد، بعيدا عن الكلام اللي بيتردد، نوعيه الامن اللي موجود في الشارع ايه؟ نوعيه الاستنفار اللي موجوده عند القوات الامنيه سواء كانت شرطه او قوات مسلحه ايه بالظبط؟ ومن هنا نقدر نفهم ايه الحاله. ما فيش شك ان في استنفار امني كبير جدا في سيناء في الوقت الحالي، في كمان على كافه الطرق، وفي مفاوضات كبيره جدا مع الخاطفين. واكد زي الاخ اللي كان مع حضرتك على التليفون من شويه ان الجيش يرفض التدخل في عمليه التفاوض، بالفعل الكلام ده يعني مش مظبوط. كان من شويه من حوالي ساعه تقريبا بالظبط كان في وفد من المخابرات الحربيه تحديدا كان موجود عند مجموعه من الخاطفين اللي هم قاده التيار السلفي في سيناء هنا في منطقه الجره، وفي واقعه مؤسفه جدا جدا رفضوا قادة التيار السلفي ان هم يقابلوا وفد المخابرات، وده شيء مهين جدا جدا. انا مش قادر يعني افهم ده ليه. ده حصل امتى بالظبط يا استاذ محمد؟ ده حصل بالظبط تقريبا من حوالي ساعه ونص تقريبا او ساعتين، يعني فين يا استاذ محمد؟ ده حصل في هنا في منطقه المهديه. انا موجود يعني في المنطقه دي، يعني في منطقه ايه بالظبط؟ منطقه المهديه. تمام، المهديه دي منطقه تبع الشيخ زويد. ايوه في منطقه المهديه. في وفد من المخابرات كان موجود، وللاسف الشديد ان هم رفضوا ان هم يقابلوا وفد المخابرات ده، والوفد المخابرات كان جاي عشان يتفاوض معاهم، ورجع وفد المخابرات تاني يعني رجع، وهم على وعد ان هم يقابلوهم تاني وقالوا لهم احنا مطالبنا محدده وهي الافراج عن حماده ابو شيتا. وده رجل الاستاذ نبيل اللي كان بيتكلم حد بيقول ان هو اسرى، اي اسرى حضرتك؟ هذا الرجل مدان وعليه حكم بالاعدام، قتل 3 ضباط شرطه في عام 2011، ومعاه واحد ثاني اللي هو كمال علام، ده مهارب ومدان في نفس القضيه في قتل 3 ضباط شرطه واصابه 6. دول بيطالبوا بالعفو عن كمال علام. في الحادثه طبعا ده الافراج عن حماده ابو شيطه. بالنسبه للوضع في معبر رفح حضرتك، احنا كنا في معبر رساله جديده.